صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: ما وصل من الإسلام إلى الناس جملة حوسبوا عليه جملة، وما وصل إليهم تفصيلا حوسبوا عليه تفصيلا. هذا سيبدأ بالشهادة، وهذا جملة الإسلام. فكما أشرت مرة وقلت، هذا أطهر واحد في المسجد الآن بعد الشهادة، لأنه يخرج بالشهادة كيوم ولدته أمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحاسب في الإسلام على ما وصله. فإن وصله الإسلام جملة حوسب عليه جملة، وإن وصله تفصيلا حوسب عليه تفصيلا. وقد أشرت مرة قلت في حديث عمار رضي الله عنه أن الرجل جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع الرجل على منبره، قال: كأن الرجل يريدكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من تريد يا أخ العرب؟ قال: أريد محمدا. وكان لا يعرف رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبته يا أخ العرب. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وظل يسأل رسول الله ويقول: صدقت. قال عمار: بينما هو كذلك إذ وقع من على الناقة، وقع من على ناقته بعد النطق مباشرة من على ناقته، قال: فانشغل عنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله، إن الرجل قد وقع فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل صاحبكم قد مات جائعا، فإني رأيت ملائكة الرحمن يدسان في فمه من ثمار الجنة. وهو ما زال في الإسلام، فهذا في بداية أمره جاءه الإسلام جملة. الإسلام حينما جاءه حوسب عليه جملة، فهو سيكون بمشيئة الله كما قال النبي: الإسلام يجب ما قبله، أي يمحو ما قبله من الذنوب، وأعظم ذنوب الشرك بالله الإسلام يمحو الشرك ويعيده إلى حوزة الطهارة. نسأل الله جل وعلا أن يثبته على هذا الدين إن شاء الله. تكون كما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله واحد، الله واحد، الله واحد، صلى الله على محمد وعلى آله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تعال طريق يا جماعة، اسمعوا.